نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا محاضرتنا اليوم هي تكملة المحاضرة السابقة اللي هي Natural Response of a Serial and Parallel RLC Circuit. احنا شو خدنا؟ خدنا الـ RC وخدنا الـ RL Circuit، يعني شنو خدنا؟ First Order of the Circuit. هسه راح نتناول تو بارامترز اللي هو RLC بالدائرة واللي هو راح تحقق لي Second Order. As an introduction, in a previous lecture, we considered circuit with a single storage element. يعني شنو؟ يعني خذنا اللي هي C capacitor أو خذنا L اللي هي inductor متسعة وقلنا الكاباسيتر هي she said be a storage. فهنا نش قلنا إن بالمحاضرات السابقة خذنا a single storage element which is a capacitor or an inductor such as circuit a first order. ك first order وقلنا شنو first order اللي هو قوس واحد because the differential equation describe them are the first order. يعني بناخذ ال differential equation بناخذ ال derivative بناخذ المشتقة للمعادلة بالتالي هي شو تمثلي؟ تمثلي عبارة عن first order. Okay, this lecture now this lecture we will consider a circuit continuing two storage elements. عندنا شنو؟ راح تكون two element اللي هي LC وبالدائرة. فبالتالي هاي ايش راح تعرف؟ راح تعرف هذه انه هي these are known as a second order circuit. Two elements which is second order. يعني بالfirst order فقط element. فقط تلقى RL او فقط تلقى RC. يعني ويا الR تلقى اما L او تلقى C. هسه ويا الR راح تلقى؟ راح تلقى two elements. راح تحقق لي تتحقق لي السكند اوردر اللي هي راح توجد الR وياها شنو؟ ال L وتوجد وياها ال C. فش يقولون هذه؟ يقول هاي داله شو يسوي؟ تصير سكند اوردر. ليش؟ لان الديفرنشال ايكويشن مال هذه الداله هو شنو؟ هو سكند اوردر. اوكي؟ فهنا الديفنيشن مال سكند اوردر سيركت از كاركترايزد باي سكند اوردر ديفرنشال ايكويشن از كونسيست اوف resistor and the equivalent of two energy storage element. Example of such a circuit, other examples على circuit are shown in figure 1A. هذا 1A راح اشوف انه دائرة بها source voltage وبها مقاومة بها محاذة بها متسعة. لو تلقى مثلا B راح تلقى دائرة بها RLC in parallel وياها شنو؟ وياها تيار source. أو تلقى هيك kind of circuit which is two elements يعني L1 L2 هذا هم ينطيني شنو؟ ينطيني second order يعني مو فقط LC يعني دائرة تلقى بها two محاذة أو تلقى بها متسعتين للدائرة. فأي two parameters مع ال R إيش؟ يعني أو أكثر من R هو إيش راح يمثل لي؟ راح يمثل لي إنه هو عبارة عن second order differential واللي هو شو نسميها؟ نسميها RLC circuits. Okay? So the source free series RLC circuits. قلنا احنا شلون نتناولنا ال first order؟ قلنا there is a source called free series RL circuit. يعني ماكو source independent، اكو source هذا راح يكون على الكاباسيتنس، يعني المتسعة بها شنو؟ بها خزن تشحن وتخزن فيصير هنا source free. هنا شو يقول لك؟ consider the RLC circuit shown in figure 2 على figure the circuit being excited by the energy initially stored in the capacitor or inductor. يعني شنو؟ يعني الانرجايز الاكسايتد مال المنظومة مال الدائرة مين راح يجيني؟ راح يجيني من الطاقة المخزونة وين؟ بالمتسعة أو بالمحاذة. أوكي؟ The energy is represented by الطاقة المخزونة هنا ايش راح تتمثل؟ By the initial capacitor voltage and initial inductor current. ايش راح تتمثل؟ راح تتمثل بـ initial capacitor voltage وشنو؟ و initial inductor current. As you see in this equation, which is V naught equal 1 over capacitor. Integrate minus infinity to zero idt equal V naught and the current initial inductor current which is I naught. So applying Kirchhoff voltage law around this law, okay, solid Kirchhoff voltage law. There is drop voltage here which is I multiplied by R.
and drop voltage here is LDI over DT, and plus the drop voltage here, which is 1 over C integrated minus infinity to T I T DT equals. فهذه الدروب فولتج يمثل لي هذا الدروب فولتج مال ال يمثل لي هذا والدروب فولتج مال ار يمثل لي يعني قانون اوم يعني قانون اوم اللي هو شنو قانون اوم تيار في ممانعه او تيار في مقاومه خلينا نقول تيار في ممانعه التيار الممانعه هنا مالته شنو هي مقاومه بيور ريزيستيف فشنو اي في ار هنا الممانعه الامبيدنس مالتي اللي هي ال فهنا شنو ال L مالتي شنو ينضرب في ال I فشي يصير ال drop voltage مالتي L D I over D T مشتقة مال شنو الاندكتنس الحث اللي هو يمثل لي D I over D T بينما بالكاباسيتر اكو شنو اكو اللي هو يمثل لي drop voltage 1 over C تكامل I D T equals to eliminate the integral لحذف هذا التكامل we differentiate with respect to the T and arrangement terms نريد نحذف هذا الانتجرال راح نشتق المعادلة خوش with respect to the t and then إعادة صياغتها بالتالي راح نشتق هاي راح يطلع لك عندك d square over i over dt square plus r over l di over dt plus i over lc equals يعني تشتق هذه تشتق هاي تشتق هاي تشتق هاي هذه معادلة اشتقاقها وترتيبها راح يطلع لك هذا الشكل ليش؟ لان هذا هنا من تشتق التكامل ياكل المشتقة فش يطلع لك؟ يطلع لك هنا I over C L اوكي؟ وهنا المشتقة الثانية اللي هي هذه اوكي؟ وهنا شو يصير عندي؟ يصير عندي عبارة عن دي 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 تشتق with respect to the T فيصير صفر ما عندي أي شيء إلا اوكي؟ بعدين تقسم على L هنا ايش راح يبقى؟ راح يبقى بس هذا هنا ايش راح يبقى؟ راح يبقى 1 I over LC وهنا على الصفر على ال L هو صفر فراح يصير عندك هاي واضح شلون صارت؟ اوكي okay. Our goal is شنو الهدف مالتنا؟ is to solve equation for المعادلة to solve such a second order differential equation require that we have two initial conditions such as the initial value of I and its first derivative يعني الهدف مالتنا انه هو شنو نحل هذه المعادله اللي هي سكند اوردر ليش سكند اوردر لان هي عباره عن شنو عباره عن مشتقه الثانيه المشتقه الثانيه عرفنا انه هذه الداله هي سكند اوردر او نقدر نعرف لان هي شنو تحتوي على شنو على تو بارامتر مع الار So the initial value of I is given in equation 2. We get the initial value of derivative of I from equation 1 and 3 that is راح نحصل على Ri to initial values of 0 plus di of 0 dt plus v0 equals 0. Or we can write it on this equation which is di of 0 to dt equal minus 1 over L Rii plus v0. So with the two initial condition, high initial two initial condition, in equation two and equation five and equation two are the initial condition. Okay, we can now solve the equation four, المعادلة رقم four. Okay, to get what to get هذه المعادلة, which is I equal A E with minus it's E E S S T, and then where A and S are constant to be determined, substituting equation 6 and equation 4 and carrying the necessary differential, we obtain this, okay? And then we arrange, or you can arrange the equation هذه إلى شنو؟ هذه المعادلة. ورا ما هذا راح شو يصير؟ راح يصير إنه نفرض الـ I هو شيء مثل A E أس S T وراح نعوض مكان الـ E S T I. As assumed solution, we are trying to find only the expression in parentheses can be zero. راح شنو راح نحاول إنه فقط نأخذ هذا الجزء اللي هو بين parentheses نساوي للصفر على عند نحلل الاس ال شنو الجذور مال المعادلة. فهاي المعادلة طبعاً هذا ال r over l عبارة عن رقم constant وهذا هم constant فده معادلة من الدرجة الثانية.
نحلها بالكوادراتيك اكواجين، كوادراتيك اكواجين يعني الدستور، تعرفون معناه يعني الدستور. الدستور اللي هو ماينس بي زائد ناقص تحت الجذر بي سكوير ماينس 4 اي سي اوفر 2 اي. هذا الكوادراتيك اكيد كلكم طالعين عليه اللي هو قانون الدستور. is known as the characteristic equation of the differential equation 4 since the roots of the equation indicate the character of i the two roots of equation 8. فراح نحلل هاي المعادله حلها اوكي. من نحلها راح يطلع الروت مالتنا عندنا تو روت جذرين بيها اوكي اللي هو اس 1 واس 2 راح تطلع عندي هذه المعادلتين. هذه المعادلتين بها بارامترات، نحول بالبارامترات تطلع الاس 1 والاس 2. A more compact way of expressing the root is s1 is minus alpha plus alpha square minus 4 not 0 square and s2. فراح يطلع عندك الاس 1 والاس 2 هذا الروت، والالفا تقدر تحسبها من خلال هاي المعادله، والاوميجا نوت تقدر تحسبها من خلال يعني من تريد تقارن هذه المعادله اللي هي تمثل لي اس سكوير بلس الفا اس بلس اوميجا نوت سكوير. فمن تقارنها ويا هذه فهذه تمثل لي الفا، هاي تمثل لي اوميجا نوت سكوير. So the root s1 and s2 are a natural frequency. ترددات طبيعية measure in neighbor per second تنقاس بالNB over S because they are associated with the natural response of the circuit. Omega naught is known as frequency response or resonant frequency. يعني الأوميجا نوت شنو معناته؟ معناته انه هو عبارة عن تردد الراديئي or subtract an undamped natural frequency. او معروف اللي هو شنو اندام تردد الغير يعني غير طبيعي express in radian per second okay and alpha is a neighbor frequency or damping factor. يعني w نوت ينعرف اللي هو معناه اندام natural frequency، والالفا هو معروف بالشنو الدامبينج فاكتور. express in neighbor per second in term of alpha omega نوت equation 8 and be written like this as I said before. Okay. And then the two value of S, the two value of S بعد ما نحلل هذا indicate that there are two possible solutions for I, each of which is of the form of the assumed solution equation 6. So we will get I1, which is A1 E S1 T, and I2, which is A2 E S2 T. يعني راح تحصل على شنو؟ على two real roots جذرين حقيقيين. So the natural response of the series RLC circuit is راح تحصل على total natural response المن second order هذا الإكويجين اللي هو A1 E أس S1 T plus A2 E أس S2 T where the constants and R are determined from the initial value I naught and di of naught over dt in equation 2 and 5 from equation 10, we can infer that there are three types of solution. If alpha akbar mentioned larger than omega naught, in the case اللي هي يسموها overdamped case. إذا alpha يساوي omega naught هي شنو critical damping case. وإذا ألفا أصغر من أوميجا نوت هي undamped case. We have three cases. So we will consider each of these cases separately. Okay, the first case, which is overdamped case. We have overdamped case when alpha is larger than omega naught. From this equation 10 and 9, okay, so apply C larger than 4L over R. لما ترجع للمعادلة 9 و10 وهاي المعادلة 9 ومعادلة 10 راح نسلط انه C اكبر من 4L over R2. When this happened both roots are negative and real. من نشوف هذا الجذور مال المعادلة ايش راح يصير عندي؟ راح نشوف الجذور مال المعادلة هي عبارة عن شنو؟ عن real number
يعني ارقام حقيقيه وارقام بها شنو؟ بها حقيقي وسالب يعني بنفس الوقت. هي بوث ار نيجاتيف ار شنو؟ ار ريال نمبر. فبالتالي ايش راح تحصل على الريسبونس؟ The response is going to be between I and time. راح تشوف الريسبونس مالتي بهذا الشكل. هذا الشكل اللي هو شيء يمثل لي يمثل لي الاوفر دام كيس. راح اشوف الاكسبلينيشن لايك ذيس وتشوف شنو الشكل مالتي الريسبونس مالتي الاوفر دام كيس وين الفا از اكبر من اوميجا نوت. وشنو التوتال ريسبونس اللي هو يمثل لي اي 1 اي اس اس 1 تي اند بلس اي 2 اي اس اس 2 تي. هذين الاس 1 والاس 2 انه شيء مثل الروت للمعادله واللي هن مثلا النيجاتيف والريال نمبر. اكو سؤال هنا؟ اكو سؤال هنا؟ لا استمر. الدكتور يعني هاي المعادلات كلها نحفظها مثلا لو شلون نقراها؟ يعني هي ماكو شيء اسمه حفظ، يعني انت راح بالمثال راح يتوضح لك اللي شنو مطلوب، يعني ما تحتاج تحفظ وهذا، تحتاج انه تفهم ازاي يصير. يعني هسه انا بدي اشرح لك هذا، يعني انه اريدك تفهم الاوفر دام كيس شنو الريسبونس مع الاوفر دام كيس. هذا شكل زين، هذا شكله شلون جاي؟ جاي من شنو؟ من انه تضمن سي اكبر من 4L اوفر ار سكوير. من ضمنت هذه ايش راح يطلع لي؟ راح تطلع لي جذور للمعادله اللي هي المعادله مالتك شنو؟ سكند اوردر. هاي سكند اوردر. الجذور مال هذه المعادله اللي هي ايش تمثل لي؟ تمثل لي نيجاتيف وريال. اللي ايش راح يمثلين؟ يمثلين الريسبونس النهائي مال هذا الشكل هو هذا. اللي هو اي 1 اي. يعني هاي اشتقاقات دكتور؟ شنو اشتقاقات مو دكتور؟ اي هذا اشتقاق واصل لهذه المعادله اللي هو الريسبونس مال الاوفر دام كيس. اوكي؟ نعم دكتور، نعم دكتور. الكريتيكال دام كيس، الحاله الثانيه، احنا مو قلنا ثلاث حالات عندنا؟ ان الحاله الاولى الاوفر دام اللي هو من تكون الفا اكبر من الاوميجا نوت لهي المعادله، والحاله الثانيه اذا متساويات اللي هو يسموه كريتيكال دام. هذا الثاني كريتيكال داون كيس، اذا الفا يساوي لنا اوميجا نوت. من الفا يساوي لنا اوميجا نوت ايش قلنا هنا؟ سي يساوي لنا 4 ال اوفر ار سكوير، ساوي لنا هذا. فمن ساوي لنا هذا ايش حقق لي؟ طلع لي عندي جذرين. الجذرين مالتي اللي هو اس 1 يساوي لنا اس 2، وش يساوي لنا؟ يساوي لنا ماينس الفا ويساوي لنا ماينس ار اوفر ال 2. فبالتالي الاوتبوت مالتي الريسبونس راح يصير بهالشكل اللي هو الـ I of T equal A2 plus A1 T exponential minus alpha T، واللي هو هذا شنو رسمه؟ رسمه هذا الشكل. يعني من ترسم التيار راح يطلع عندك الشكل هنا، وهاي نقطة التقاطع ما بين الـ exponential ما بين هذا الريسبونس هي تمثل لي 1 over alpha، واللي هو يسميه حالة الـ critical dam case بهذه النقطة. واضح؟ هاي case 2. case 3 اللي هو undamped case اللي هو من يكون اصغر، الفا تكون اصغر من اوميجا نوت، يعني معناها شنو؟ سي اصغر من 4 ال اوفر ار سكوير، بالتالي الروت مالتي لهذه الكيس اللي هو راح تحصل ذني الروت اللي هو شيء مثلا ماينس الفا بلس جي اوميجا دي، وماينس الفا ماينس جي اوميجا دي. ايش راح تشوف الريسبونس؟ راح تشوف الريسبونس بهالشكل اوسيليشن. عندنا 2 اكسبونيشال اني الحدود مالته، راح اشوف الاوسيليشن مال شنو؟ مال الاندر دام كيس، يعني يصعد وينزل يتراوح within this exponential to exponential. والبيريود كل بيريود هي شو تمثل؟ تمثل 2 باي اوفر اوميجا. كل بيريود يعني من هنا شو يمثل لي؟ اللي هي 360 درجه تمثل لي 2 باي اوفر اوميجا تي. Where I equal minus 1 root square minus 1 and omega d here root square omega no square minus alpha square and which is called the damping frequency both omega naught and omega d. Then she's saying damping frequency are a natural frequency because they help
determine the natural response, which while is often called the undamped natural frequency is called the damped natural frequency. So the natural response of this circuit هو شنو اللي هو I of t equal e اس minus alpha t b capital 1 cosine omega d t t plus b2 sine omega d t اللي هو يمثل هذا الشكل. إذا مختصر مفيد إنه أنا عندي ثلاث كيسات. Case 1 اللي هو overdamped case, critical damped case, and underdamped case. هذين الثلاث كيسات من اللي تجي من خلال المعادلة اللي هي هاي second order differential equation اللي هي هاي مين حصلناها؟ حصلناها من اشتقينا المعادلة من البداية من هاي الدائرة. هاي الدائرة بما إنه أول شيء أخذنا لوب إلها حققت لي هاي المعادلة، بعدين هاي الدالة بالتايم دومين أخذناها حولناها لللابلاس دومين، حولناها لللابلاس دومين بهيج صيغة، بعدين هذه الصيغة حللناها، هذه صارت عندي أخذت البارنتيسيز مالتها وحللتها، صار عندي تو روت إلها، هذه المعادلة حولنا الـ RL اللي هو صار ألفا وهذا اللي هو يمثل أوميجا نوت، هذا يمثل أوميجا نوت. فذني شنو؟ ذني بهاي المعادلة، هاي المعادلة اللي هو second order differential equation. هذا second order differential equation حللتها، حللتها إلى شنو؟ ثلاث كيسات، على مود شنو؟ على مود أشوف الريسبونس مالتها. فمرة قلت إنه أنا ما عندي غيرها، مرة قلت ألفا أكبر من أوميجا نوت، ومرة قلت ألفا يساوي من أوميجا، ومرة قلت ألفا أصغر من أوميجا. فمن قلت أكبر مثل لي أوفر دام كيس اللي هو هذا. من قلت أصغر، من قلت يساوي اللي هو شيء يمثل انه الكريتيكال داون كيس. من قلت اصغر اللي هو شيء يمثل لي هذا الشكل سكند اوردر ديفرنشال ايكويشن اندر داون كيس. فهذا الريسبونس مال هذا الشكل وهذا الريسبونس مال هذا الشكل وهذا الريسبونس مال هذا الشكل. يعني بنقول لك اريد كريتيكال داون كيس ترسم لي الكيس مالته وشي يمثل لي الريسبونس وشنو الروت مالته. هذن الروت مالته اني اقول لك اوفر داون كيس، هذا الاوفر داون كيس، هذا الريسبونس مالته وشنو الروت مالته. اوكي، والاندر داون كيس نفس الشيء. اذا ماكو سؤال خلينا نطلع على اكزامبل تشوفوا يصير عندكم واضح. اوكي، سو ان فيجر 1 هذا الفيجر we have مقاومة محاثة متسعة ذن قيمها. Calculate the characteristic roots of the circuit is the natural response overdamped and underdamped or critical damped. هنا السؤال calculate the characteristic roots، لازم تحسب لي الروت اللي هي S1 و S2 okay of the circuit هاي الدائرة. okay and is بعدين نسأل سؤال ثاني، هل is the natural response، هل response مالتي هو يمثل لي اوفر داون اندر داون هاي كريتيكال. ذني الثلاث حالات اللي انا شرحت لكم. اول ما تجي تحسب شنو الالفا والاوميجا نوت، الالفا والاوميجا نوت عندك قوانينها من خلال شنو؟ من خلال هذا المربع، من خلال معادله 11. الفا هاي معادلتها واوميجا نوت هاي معادلتها، وانت عندك ار ال تي بالدائره، تجي عندك هاي القيمهن تعوض بالار والال تطلع الالفا، وتعوض بالال سي تطلع لك شنو الاوميجا. فمن حققت الاوميجا نوت عرفت قيمتها 1 والالفا قيمتها 5. هسه ايش راح تجي؟ راح تجي تعوض الالفا والاوميجا نوت وين؟ بالروت بالمعادله. فعندك المعادله مع روت 1 وروت 2 هي هاي ماينس الفا زائد ناقص الفا سكوير ماينس اوميجا نوت سكوير. راح تعوض بالالفا 5 سكوير 25 وبالاوميجا نوت 1 سكوير 1 25 ماينس 24، فراح تطلع لك عندك الروت الاول اللي هو هذا والروت الثاني اللي هو هذا. فعرفنا ان الروت مالتي مال المعادله السكند اوردر هي عباره عن نيجاتيف 32 شنو ريال. يعني معناها شنو؟ معناها الفا هنا قلنا الفا اكبر من واحد اكبر من اوميجا نوت، يعني لازم شنو؟ راسا اخلي بالي هي شنو؟ هي اوفر داون كيس. نقول الفا اكبر من اوميجا نوت معناها هي شنو؟ معناها هي اوفر داون كيس. وي كونكلود ذات ذا ريسبونس از اوفر داون. ليش؟ لان الفا اكبر من اوميجا. This is also evident from the fact that the roots are real and negative. اذا هذه ما عرفتها مو بالك، يعني الفا ما عرفت انه اكبر من اوميجا نوت،
خش راح تشوف من حللتها طلعت الروت شنو؟ الروت اثنينات النقد وريال. فمن ترجع للكيس مالتي هنا ايش قال الكيس؟ اذا الروت مالتي بوث روتس ار نيجاتيف كلاهما هما سالبات وريال ارقام حقيقيه، فبالتالي شنو هذا الكيس اللي هي تمثل اوفر دام كيس. اوكي كلير واضح؟ تمام دكتور. احنا the source هسه اخذنا الفري سورس، يعني اللي هو شنو؟ اللي هو انه تكون السورس بي مشحون بس ان سيريز. هسه نفسه يعني هم اكو تشارجنج بالكاباسيتنس بس شنو؟ بارلل. يعني هسه راح تشوفوا ان بارلل خلناها ان سيريز هسه ان بارلل. ار ال سي سيركت فايند ماني براكتيكال ابلكيشن notably in communication network، يعني التطبيقات اللي راح توجدها هذه ذن ال RLC خوش بالشبكات الاتصالات and بالفلتر ديزاين. كذلك consider the parallel RLC circuits shown in figure this assume initial inductor current and initial capacitor. راح نفرض initial value قيم للمحاثة بدائية والمتسعة، فالقيم للمحاثة راح يكون I not equal capital I not equal 1 over L تكامل من infinity 0 VT DT والvoltage هو equal V of not. Since three elements are in parallel ثلاث بارامترات كلهم بالتوازي they have the same voltage. هنا أكيد الفولتية نفسها هنا نفسها هنا across them according to the path sign convention. Okay the current is entering each branch is different. That is the current through each element is leaving the top node. So the applying Kirchhoff current load at the top node, يعني التيار اللي هو هنا راح يتوزع هنا وهنا وهنا، فالتيار مجموعهم شيء يحقق لي يحقق للتيار نفسه هنا. فيقول لك انه نسلط احنا Kirchhoff current load على هاي المعادله، راح توجد انه على هنا على المقاومه هي V over R راح تلقى التيار. وعلى هذا المحاثة اللي هي 1 over L تكامل VT DT، وعلى المتسعة هي عبارة عن C DV over T. وهذا راح يحقق للتيار الأول، وهذا يحقق للتيار الثاني اللي هو على L، وهذا يحقق للتيار الثالث اللي هو على R. مجموع التيارات شو يساوي لنا صفر. فهاي حقق هاي المعادلة. من هاي المعادلة نتخلص من الانتجرال فراح نشتقها. راح تصير بهذا الشكل. بعدين هذا الشكل ناخذ اللاب لاز دومين راح يعطيني هذا الشكل نفس ذاك اللي قلنا عليه. هذا شيء يمثل لي الفا، وهذا شيء يمثل لي بيتا حسب ذني المعادلتين. بعدين من ذني المعادلتين شنو هذا احولها الى شنو؟ احللها على مود احصل تو روت. الروت الاول والروت الثاني اللي هي شو تمثل لي باي solving the quadratic equation you will get this two roots of the second order differential the second order equation. فصارت عندك ذني two roots اللي هو احنا نحتاجه ضروري هذا الروت من المعادله الثانيه واللي هو شيء مثل هاي المعادله. بعد ما حولنا الرموز راح تتمثل عندك هاي المعادله. فهذا عندك روت 1 وروت 2 وعندك هاي الالفا وهذا الاوميجا نوت. مهمه على شنو نعرف الريسبونس مثل المثال اللي اعطيتك اياه. هذا ايش بي؟ نفس الشيء بي 3 كيسز بي اوفر بي كريتيكال بي اند ميز. هناك يعني هسه هذا ال شنو البارامترات ان بارر. هنا اللي اخذناها البارامترات وين؟ ان سيريز. يعني هنا الاوفر اذن الثلاث كيسات شنو؟ اذن الثلاث كيسات ان سيريز عندما تكون شنو؟ بارامترات بالتوالي. بينما ذني البارامترات بالتوازي فايش بيها؟ فيها ثلاث كيسات. هم ان الفا اكبر من اوميجا نوت، الفا يساوي اوميجا نوت، والفا اصغر من اوميجا نوت. اكبر راح تصير هاي المعادله واللي هي اعتقد نفسها. بس شنو بالفولتيه؟ هنا شنو؟ التيار اذا تشوفه
ها شنو بالتيار يعني هاي نفسها هنا أنا شنو بالتيار ليش لأن إن سيريز هنا أنا بالبرارة راح يصير للفولتية فراح نشوفها V of T بالcritical damp case راح نشوفها V of T ونفس المعادلة بالسيريز راح يصير I of T ونفس الشيء for under damp case V of T راح نشوف نفس المعادلة بس شنو هناك I of T هذا response مال 3 cases واضح؟ واضح؟ شباب؟ واضح شنو الفرق؟ نعم دكتور تمام تمام هسه خلينا ناخذ اكزامبل على الحالة الثانية يقول لك دائرة in parallel circuit of figure find V of T for T larger than 0 assume V of 0 will 5 volt هذن الانيشال الفولتية والتيار وعندك ال L نعطيك واحد هنا ريكاباستر 10 ملي فاراد consider these cases are هل قد مقاومتها او R هل قد مقاومتها او R هل قد فهاي كيسانس كيس 1 اذا المقاومة عندي هذا وذا الكيس 2 مقاومة عندي هالقد وذا الكيس 3 عندي المقاومة فأنا عندي دالة أشوف السيركت مالتي بارالل يعني الـ RLC عبارة عن بارالل راح أطبق عليها شنو قوانين البارالل فأجي أرجع وين أرجع على الألفا وعلى الأوميجا نوت عندي الألفا والأوميجا نوت بالبارالل برانش اللي هو 1 to RC 1 over root LC راح نطلع الأوميجا نوت والالفا خوش راح طلع الاوميجا نوت والالفا من خلال الاوميجا نوت والالفا اذا الالفا اكبر من الاوميجا نوت راح نستنتج انه هذا الكيس هي عباره عن شنو عباره عن اوفر داوند واستنتج بما انه استنتج نقدر نطلع الروت الان شنو نطبق هذه المعادله على ما نحسب الروت عندي الفا عندي اوميجا نوت راح تطلع عندي روتين اذا لازم تطلع الروت شنو سالبه وريال فطلعت عندي سالبات وريال حققت لي شنو الكيس الاولى حققت لي انه ال شو يسموه ريسبونس مالتي هو عباره عن اوفر دام ان شنو ان اوفر دام اوكي سو ذا كورسبوندينج ريسبونس از راح من نحقق اوفر دام راح ايش نختار اختار هذا الريسبونس فشي نجيب نقول في اوف تي ايكوال اي 1 اي اس اس 1 تي plus A2 E S S 2 T وجدنا الـ S1 والـ S2 هذا الـ S1 والـ S2 ماش الـ A1 والـ A2 نحتاجه شلون نحسبهن عندك initial value فهنا we now apply the initial condition to get A1 and A2 فراح تسلط الـ V of note قيمته 5 هنا الـ T راح يصير 0 هنا الـ T 0 في exponential 0 1 exponential 0 1 يبقى A1 و A2 ف 5 equal A1 plus A2 هاي من خلال initial condition هاي معادلة المعادلة الثانية اللي هي dV over 0 over dt equal minus V0 plus RI0 over RC فانت هذا الـ I0 معطيك الـ initial value مالته اللي هو قيمته 0 اوكي هذا قيمته 0 الـ R عنده قيمته فهذا كله 0 هذا قيمته 5 هذا عنده قيمته ايش راح تحسب؟ راح تحسب دي في 0 اوفر دي تي اللي هي ماينس 260 فبالتالي تجي باي ديفرنشيتنج كويجن يو ويل جيت دي في اوفر دي تي ايكوال ماينس 2 اي 1 اي اس ماينس 2 تي ماينس 50 اي 2 اي اس ماينس 50 تي اوكي ا تي ايكوال 0 اذا هذا تي 0 راح تتحقق عندي هاي المعادله من خلال هاي المعادلة 25 ومعادلة 24 راح تقدر ان تسوي معادلتين وتطلع A1 و A2 from equation 24 and 25 we obtain A1 which is this number and A2 which is this number راح وين تجي تعوضهم بهذه المعادلة اللي مال الريسبونس فتعوض مكان A1 وال A2 وال S1 وال S2 انت طلعتهم منه already فهو هذا المطلوب response المن الكيس نمبر واضح واضح نعم دكتور تمام
كيس 2 شنو كيس 1؟ كيس 1 اخذنا المقاومه عندما المقاومه 1.923 اوم. هسه اذا المقاومه 5 اوم راح يصير عندي، شوف المقاومه 5 اوم راح نجي نطلع الفا واوميجا نوت نفس الشيء، ادي فورمولا مال الفا حسبتها طلعت 10 ماشي، والاوميجا نوت راح شنو هي 10 سيم اوكي، طبق الفورمولا راح تطلع لك 10. فبما انه الفا يساوي لنا الاوميجا نوت ايش راح يصير عندي؟ راح نستنتج ان الريسبونس مالتي كريتيكال دام صحيح؟ فمن كريتيكال دام هسه لازم تحسب شنو الروت مالتي، فراح نجي نسلط شنو؟ نسلط المعادلات هذه على مود شنو؟ على مود نحسب الروت، فهاي 10 ماينس 10 هذا صفر فهذا يروح عفوا يطلع لك شنو هنا؟ يطلع لك ماينس 10 ماينس 10 روت يطلع لك ماينس 10 اوكي؟ هذا كيس 2 يطلع لك ماينس 10 اللي هو روت 1 وروت 2 صحيح؟ هسه من روت 1 وروت 2 احنا عرفنا شنو؟ كريتيكال دام فناخذ هذا الريسبونس مالتي. من جيت اخذت هذا الريسبونس مالتي يعني الاس مالتي انعرف عندي اجيبه هسه شنو؟ اجيبه كيس 2 هذا الريسبونس مالتي اوكي؟ الالفا عندي حددته هسه اريد احسب الاي 1 والاي 2. الاي 1 والاي 2 نحسبها من الانيشال، فاول شيء هذا بالتي ايكوال 0 هاي قيمته 5 خوش، هذا اي والصفر فيصير 1 التي 0 هذا يروح، فالاي 1 ايش تطلع لي؟ 5. من طلعت لي الاي 1 5 اقدر اطلع الاي 2 من خلال هذه المعادله الثانيه اللي هي مشتقه الدي في نوت، لان تايم هنا 0 دي تي ايكوال ماينس في نوت بلس ار اي اوفر ار سي. الاي نوت 0 قلنا هذا يروح البارت هاي قيمته 5، هاي عندي معلومه لان هنا المقاومه 5 صارت. ليش كيس الار 5؟ وهذا راح تطلع لي مشتقه هذا اللي هو ماينس 100، ومن خلال ماينس 100 راح اجي اعوضها بالمعادله تطلع لي ماينس 10 اي 1 ماينس 10 اي 2 تي بلس اي 2 اي اس ماينس 10 تي، فالاي 1 اللي هو طلعته منها 5 عوضها تطلع عندي الاي 2 قيمتها ماينس 50. لما طلعت عندي الاي 2 ماينس 50 وانا اجي اعوض اي 1 واي 2 اعوضها بهذه المعادله 25 اللي هو اريد الريسبونس مالته. هذا السكند كيس. ثيرد كيس اللي هو شنو؟ اللي هو عندما الـ R تكون قيمته 6.25 أوم. نجي نفس العملية نحسب ألفا والأوميجا نوت، فالألفا طلع 8، إذا ألفا أقل من 10، إذا راح شو يصير عندي؟ يصير عندي أندر دام، أندر دام كيس. فمن يصير عندي أندر دام كيس تحدد عندي هنا بهذه الحالة راح أحسب الروتس الأس 1 والأس 2. الاس 1 والاس 2 راح اطلع الاس 1 والاس 2 اوكي، راح احدد الريسبونس مالتي. من خلال هذا الريسبونس مالتي لازم ايش احسب؟ احسب الاي 1 والاي 2، قلنا الاي 1 والاي 2 نحسبها من الانيشال نفس الشيء طلع لنا الاي 1، ومن خلال هاي المعادله طلع المعادله الثانيه تطلع عندي الاي 2، فطلعت الاي 1 والاي 2 عوضهن هنا راح يطلع لك الريسبونس. هذا الريسبونس مال شنو؟ اندر دام. ليش؟ لان الالفا اصغر من 10. هسه من نجي نفس الثلاث كيسات راح نشوف انه هذا الاوفر دام وهذا الكريتيكال دام وهذا الاندر دام مال السكند اوردر، فشوف الشكل مال شنو؟ مال الار ال سي سيركت السكند اوردر ديفرنشال. نوتس ذات باي انكريز ذا فاليو اوف ار، لاحظنا شوف هنا لاحظنا ملاحظه انه من زيد المقاومه هنا كانت 1.9 بعدين صارت 5 بعدين صارت 6، فمن زيد المقاومه راح يصير زياده the value of R the degree of damping decrease، يعني شنو؟ الخمد مال درجه الاخماد تخميد مال الريسبونس راح تقل، يعني الريسبونس راح يكون كلش انه يروح لحاله الستيدي ستيت، فكل ما قلل المقاومه راح يكون شنو نقصان للريسبونس للدامج اوكي؟ فراح تشوف انه الريسبونس الحالة الأولى اللي هي اوفر دام عندما المقاومة 1.9 راح يشوف انه كريتيكال عندما المقاومة 5 وعندما المقاومة اندر دام، وراح يشوف شنو هم كلهم يوصلون لحالة ستيدي ستيت وهو المطلوب. واضح؟ واضح؟
واضح دكتور. نعم دكتور. زين راح ألخص لكم المحاضرة مالتنا اليوم على ما تكون عندكم على تصور. محاضرتنا اليوم اللي هي شنو؟ Second order element للnatural unstable response. صحيح؟ خذنا المحاضرة الأولى اللي هي first response، هسه خذنا second response. شنو ال second order اللي هي إحنا قلنا two parameters، أما R أو L. two parameters R أو L تنضاف element تنضاف للمقاومة. إيش راح يصير؟ راح يصير عندي ثلاث برامترات بالدائرة، بدال ما تكون برامترات إيش راح تكون عندي ثلاث برامترات. البرامترات اللي اثنين نضاف انه اما يكون اثنين متسعات او اثنين محاذات او وحده متسعه او وحده محاذه. هذا ايش راح تحقق لي؟ راح تحقق لي معادله من الدرجه الثانيه، differential equation من الدرجه الثانيه. طبعا المعادله من الدرجه الثانيه لازم بيها شنو؟ بيها جذور، نحلل هاي الجذور راح نحصل جذرين. المعادله من الدرجه الثانيه لازم نحصل جذرين، صحيح؟ طبعا حللنا هاي المعادله بالقانون الدستوري اللي هي quadratic equation راح نحصل جذر. هذه الجذرين شلون يحدد لي؟ يحدد لي نوع الريسبونس. انا ايش ادور؟ الهدف مالتي اعرف الريسبونس مال السكند اوردر. الهدف مالتي اعرف السكند الريسبونس مال السكند اوردر. السكند اوردر بيه ثلاث انواع من الريسبونس. فاخذنا الحاله الاولى، اذا البارامترات مالتي ان سيريز ايش راح نسوي؟ راح نلقى ثلاث حالات اللي هي اوفر دام، كريتيكال دام، اندر دام. الاوفر دام اللي هو ايش قلنا؟ قلنا فيما اذا الالفا اكبر من اوميجا نوت، صح؟ اذا الكريتيكال قلنا الفا يساوي اوميجا نوت، اذا قلنا اندر دام قلنا الفا شنو؟ اقل من الاوميجا نوت، بالتالي هاي شنو؟ ان سيريز. والريسبونس مالتي شنو يمثل لي؟ الاي اوف تي، دونت فورجيت الاي اوف تي. بينما شنو؟ بينما انت عندك بالكون البارامترات انبرر بالتوازن، ايش راح يصير؟ هم راح يصير عندي ثلاث حالات اللي هو اوفر كريتيكال اند اندر داون، وبالتالي هنا الريسبونس راح يمثل الفي اوف تي مو الاي اوف تي. بس شنو؟ نفس الحالات، الفا اكبر من اوميجا نوت اوفر داون، الفا اصغر يساوي الاوميجا نوت اللي هي كريتيكال، والاصغر اللي هو اندر داون. وبالتالي كل ما شفنا المقاومه تزداد راح شنو راح يصير عندي تخميد، راح يصير بالدامينج ديكريز، زيادة المقاومة يصير بالدام ديكريز، يعني نقصان بالدام، بالتالي المنظومة تصير مستقرة. وتشوفون انه الشكل اللي شفتكم هذا ملخص محاضرتنا اليوم، اتمنى انه افتهمتوها. واذا اكو سؤال استفسار سألوني، واذا ماكو باي ذا واي بعض الطلبة طلبتها انه تكون على اليوتيوب، فأنا سويت عندي شانل خاصة مالتي مال اليوتيوب وسويتها بلاي ليست على مود رأسا تعرف، تريد تطبع الشانل سوي سبسكرايب للشانل مباشرة وتلقى هناك بالالكتريكال سيركت تلقى السيشن، انا سميتها مورنينج سيشن وسميتها افترنون سيشن والتوبك وياه، يعني الموضوع مال اليوم مثلا موضوع الاسبوع اللي فات طبعا سو سبسكرايب للمالتي شانل، فبالتالي راح تلقى شنو؟ راح تلقى المحاضره باليوتيوب وشنو تايتل مال المحاضره، واذا مورنينج سيشن يعني صباحي، واذا افترنون سيشن معناها مسائي، وراح تشوف تقدر تطلع على المسائي والصباحي وتشوف تقارن بين المحاضرتين اذا واحده ما واضحه، واذا اي شيء يعني حاضر وممنون اكتب. اكو سؤال؟ دكتور عاشتي ان شاء الله. يلا شكرا جزيلا، ان شاء الله نشوفكم الاسبوع القادم باذن الله تعالى. مع السلامه.